السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أصدقائي، معكم أيوب أو يوبي، ولمتكم بمقطع جديد ومو جديد ومهمة جديدة من لعبة جي تي اي سان أندرياس. اليوم يا شباب سوف نقوم بسرقة سيارة نايمار الرهيبة والأسطورية. لقد سمعت بأن نايمار يمتلك سيارة رهيبة جدا، لهذا قررت أن أقوم بسرقتها منه اليوم يا شباب. فدعونا لكي نذهب إلى المكان الذي يتواجد فيه حاليا. سمعت بأن لديه لقاء صحفي يا شباب بالقرب من برج يا شباب. هذا هو يا شباب، نعم ذلك هو البرج الذي سمعت بأنه سوف يجري مقابلة هناك. لكن يا شباب لن يكون الأمر سهل جدا، لأن كما ترون شوفوا معي رجال الشرطة يغلقون المكان يا شباب إلى أن تنتهي المقابلة الخاصة به. كما ترون فرجال الشرطة يغلقون المكان يا شباب، شوفوا معي حيث يقوم الآن نايمار بالمقابلة هناك يا شباب، ولديه مجموعة من الحراس يا شباب. شوفوا الحراسة عليه مشددة كثيرا يا شباب، لأنه يعلم بأنني سوف أقوم بسرقة سيارته، وجميعهم ينتظرون أن أصل إليهم يا شباب. حسنا، لذا ها أنا قد وصلت الآن. حسن، لم يرونني بعد. حسن، دعوني أركن الدراجة هنا. ممتاز، ثم دعونا نحاول البحث عن نايمار. أين هو؟ أيمكننا رؤيته من هنا؟ أوه نعم، هذا هو نايمار يا شباب. انظروا معي، لا أعرف ماذا يفعل هناك. حسنا، لا يهمني الأمر يا شباب، كل ما يهمني وهي تلك السيارة الموجودة بالقرب منه، يعني سيارته. أتمنى أن لا يركبها ثم يهرب بها يا شباب. حسنا، دعوني لكي أقوم بقتل هؤلاء. أوكي، قتلت حارسا ولم أوه لم يتحرك ولا أي حسنا، لقد بدأوا في التحرك. حسنا، بدأوا في مطاردتي. حسنا 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 حسنا، يجب علي القضاء عليهم. حسنا، ممتاز، قضيت عليهم، قضيت على الشرطة يا شباب. بقي لي حراسه الشخصيين، يجب أن أقترب. قادمون إلي، قادمون إلي، ممتاز. ما زال هناك العديد منهم يا شباب، أنا لم أقم بقتل الجميع. لحظة. حسنا، أوكي، هيد شوت. من هذا؟ نايمار. معقول؟ لا 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 لا، شرطي. لحظة. معقول رجل؟ هل تريد قتلي؟ ما بهؤلاء المشاهير يا شباب؟ لما يستعجلون موتهم يا شباب؟ كلما حاولت سرقة سيارتهم إلا أنهم دائما ما يريدون قتال يا شباب، وهم لا يمتلكون أي أسلحة صراحة. هذا غريب جدا. حسنا، أوكي، لقد قتلت هذا الحارس. ماذا سوف أفعل مع هذا الرجل يا شباب؟ إنه يلحق بي، لا أريد صراحة أن أقوم بقتله، لأنني إن قتلته فجمهوره يا شباب سوف يحزن كثيرا. يجب علي أن أنتبه. حسنا، لا أعرف صراحة إن ضربته هيد شوت قد يموت، لكن لهذا لن أقوم بقتله يا شباب. حسنا، ما أريد. شرطي. حسنا، أنا صراحة لا أريد قتله يا شباب، لأنني لست إرهابيا، أنا فقط أحاول سرقة هذه السيارة الجميلة. حسنا، وداعا يا نايمار. وداعا يا صديقي. إنه يطاردني يا شباب، والله هذا الرجل لا يستسلم أبدا. ها هو قادم إلي. حسنا، يجب علي الهروب يا شباب، يجب علي الهروب، لا يجب علي. حسنا، دعونا لكي نغادر هذا المكان بعد أن قمنا بسرقة سيارة نايمار. ما زال يلحق بي، والله حسبت بأنه قد تعب من المطاردة. حسنا، إذن سوف أتركه هناك. حسنا، سوف أغادر الآن، لن يستطيع القبض على المسكين. حسنا، دعوني لكي أغادر الآن هذا المكان شباب، قبل أن يبلغوا عني يا شباب رجال الشرطة ثم تطاردني الشرطة. وكما ترون يا شباب لقد حصلت على 3 نجوم، لقد قاموا بتبليغي عني يا شباب، والآن سوف تطاردني الشرطة وسوف تعيق طريقي. لكن
بما أن هذه السيارة معي يا شباب مستحيل أن يقبضوا علي. حسنا هذه السيارة شباب اسمها سيارة فيراري لكن هايبر كار يا شباب هايبر كار وليست سوبر كار. حسنا الآن ما سوف أقوم بتجربته هناك أشياء أريد تجربتها معكم. يا سلام بماذا اصطدمت أنا؟ وات والله سيارة صلبة جدا يا شباب سيارة خرافية. حسنا لا حسنا لم تنجح. كنت صراحة أريد أن أقفز هذا المبنى لكن لم ينجح الأمر معي. حسنا هذه المرة سوف تنجح لكن من هنا. يا سلام يا رب أن أجتاز هذا الوادي. نعم ممتاز اجتازت ذلك النهر جميل جدا. حسنا يا سلام عليك. أتصدقون يا شباب لقد قفزت كثيرا بهذه السيارة إلا أن السيارة شباب لم تخدش ولا خدشا واحدا فقط. حسنا آخر قفزة يا شباب شوفوا معي. يهو سأصطدم بتلك الأشجار سأصطدم بتلك الأشجار. حسنا الشرطة الآن تطاردني وكما ترون لا تستطيع الشرطة أبدا القبض علي شباب مستحيل أن تقبض علي الشرطة. أنا آسف. حسنا كما أن يا شباب قمت بتركيب مود خرافي جدا وهو مود الفيرست بيرسون يا شباب. صراحة المود مرة جميل جدا لكنني لا أجد القيادة به يا شباب كما ترون. لهذا سوف تكون القيادة بالفيرست بيرسون أمر صعب جدا. شوفوا معي الصالون الخاص بالسيارة يا شباب. شوفوا معي داخل السيارة كيف يبدو. يا سلام عليك. سوف أحاول الهروب يا شباب من هذه المدينة لأن في هذه المدينة الشرطة تطاردني يا شباب لذا يجب علي مغادرة هذه المدينة يا شباب لكي أستطيع الهرب من رجال الشرطة حتى لا تلاحقني مرة أخرى. وكما ترون أخيرا قد تخلصنا من رجال الشرطة ولقد دخلت إلى هذه المدينة الجديدة يا شباب أو المدينة لاس فينتوراس. صراحة لا أعرف أين يوجد الكازينو الخاص بنا يا شباب ولكن انظروا معي يا شباب سرعة هذه السيارة خرافية خرافية جدا. شوفوا معي يا سلام عليك أنا أطير. شوفوا معي والسيارة تطير يا شباب والله هذا لا يصدق. لا تقولي بأن السيارة لم تتحطم. يا سلام عليك أتصدقون هذا السيارة لم يحصل لها أي شيء يا شباب. وها قد وصلنا إلى مكان مميز جدا يا شباب. حسنا هذا المكان يعجبني كثيرا يا شباب. شوفوا معي يا سلام منظر جميل. حسنا وكما ترون هذه هي السيارة يا شباب سيارة فيراري يا شباب لكان لا أعرف صراحة حسبت بأنها سيارة فيراري يا شباب. هذه ليست سيارة فيراري إنما لا أعرف صراحة لكن اسمها لكان هايبر كار لكن لكان يا شباب لا أعرف صراحة إن كان اسم موديل أم أنها شركة فيراري يا شباب. حسنا دعونا لكي نرى اسم الشركة يا شباب وهي اسمها موتورز يا شباب. هذه الشركة اسمها موتورز. اوكي صراحة لا اعرف هذه السيارة لكن صراحة لقد قامت بصناعة سيارة مميزة جدا. شوفوا معي يا شباب لحظة دعوني لكي اقوم بفتح الابواب الخاصة بالسيارة يا شباب. شوفوا الابواب كيف تفتح. الابواب يا شباب الخاصة الأبواب يا شباب تفتح للخلف. انظروا معي يا سلام. عادة ما يكون محرك السيارة في المقدمة يا شباب لكن كما ترون هنا مكان وضع الصناديق الحقائب فقط يا شباب كما ترون. وهذا يا شباب الكربون فايبر يا شباب مما يعني أن السيارة مصنوعة بالكامل من الكربون فايبر وهذا هو محرك الخاص بالسيارة. أما الآن دعونا لكي ندخل إلى داخل السيارة لكي نشاهده يا شباب عن قرب. أوكي دعوني أقوم بإغلاق هذه الأبواب ممتاز.
ثم الفيرست بيرسون كما ترون. شوفوا معي يا سلام عليك، شوفوا معي يا سلام. الداخل يا شباب يبدو مريحا جدا، شوفوا هذه الكراسي يا شباب، هذه الكراسي تبدو مريحة جدا يا شباب. انظروا معي إلى علبة السرعات يا شباب، هذه جميل جدا. ولدينا أيضا هنا هذا الباب. حسنا، كيف تبدو السيارة أثناء الليل يا شباب من الداخل؟ لا أعرف صراحة كيف تبدو، لهذا سوف تايم أوكي. هناك تغيير، حسنا، ليست هناك لا إضاءة ولا أي شيء، لا أعرف لماذا. توجد هناك شاشة يا شباب كما ترون، جميل جدا. لكن ما هذا الفيرست بيرسون يا شباب؟ يجب عليه التعديل عليه لأنه يبدو سيئا. حسنا، ليس هكذا. حسنا، على أظن على هذا الشكل، ممتاز. ثم أيوة ممتاز أوكي، هكذا يبدو جميلا جدا. حسنا، هكذا أفضل، هكذا أفضل، جميل جدا. يا سلام عليك، رأيتم إلى الداخل كيف يبدو يا شباب؟ الله، الأمر مميز جدا. يا سلام عليك، يا سلام عليك، يا سلام. لكنني أصبحت طويلا جدا يا شباب. حسنا، لحظة، لقد أصبحت أطول بكثير. المهم يا شباب، كما ترون هذه هي سيارتنا. أوه، على الأضواء، انظروا معي إلى الديزاين الموجود في مؤخرة السيارة يا شباب، مرة جميل جدا ويبدو أسطوري يا شباب. حسنا، كما أن المقدمة أيضا مرة جميلة جدا، تشبه السيارة صراحة اللامبورغيني، لكن ليست من نوع اللامبورغيني يا شباب. وكما ترون يا شباب، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية المقطع، فأتمنى أن ينال هذا المقطع على إعجابكم، وأتمنى أن لا تنسوا دعمنا بلايك، واشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين، وقم بتفعيل زر التنبيهات كي تنبئكم كلما نزلت مقطع جديد، وساعدونا في نشر المقطع مع أصدقائكم. أراكم في المقطع المقبل إن شاء الله. كان معكم أيوب أويوبي، إلى اللقاء.